وليد القديمي وكيل أموال محافظة الحدود، الحديث أيضا عن مرتبات أبناء المحافظة، وله جهود أيضا يشكر عليها لدى الحكومة لصرف هذه المرتبات. وليد؟ ألو، نعم. نعم أستاذ وليد، ما الذي استجد في موضوع المرتبات، مرتبات الموظفين في محافظة الحدود، وأنتم لكم جهود لدى الحكومة في عدن، هل استجد شيء؟ هل ثمة وعود؟ أخي العزيز، أولا بحسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورئيس الحكومة في صرف مرتبات الموظفين، وتم التواصل مع بعض مدراء المكاتب في محافظة الحديدة لإرسال كشوفات الموظفين، لكن توجيهنا بعدم التجاوب من قبلهم نهائيا، وتم الحصول على كشوفات مكتب التربية والتعليم ومكتب التعليم الفني وجامعة الحديدة إلى الآن، والتي هي في أطار العمل وجاري العمل بها. أما بخصوص مرتبات التربويين، وصلنا اليوم إلى التجهيز وقطع الشيكات، والحكومة الآن تنظر من أصحاب مكاتب الصرافة من سيقوم بتوفير السيولة لضخها و توزيعها للاخوه المدرسين التربويين في محافظة الحدود. نعم استاذ وليد، وهي جهود ايضا مشكوره، نتمنى ان يتم الصرف في القريب العاجل. ماذا عن التجنيد في صفوف ابناء تهم من قبل المتعاونين مع الميليشيا؟ لديكم علم بهذا الموضوع؟ لديكم تحذير لهذه الجهات؟ بالنسبه للتجنيد في محافظة الحديده، بعد عن عمليات الميليشيات من حشد ابناء المناطق الجبليه والذين ذهبوا منهم بالمئات والالاف في معاركهم الفاشله، لجأوا بالتوجيه إلى وكلاء محافظة الحديدة المعدين من قبل الميليشيات الحوثية للتحرك إلى مشايخ والقبائل في مديريات الحديدة، وكما حصل أنه في بيت الفقيه توجه وكيل المحافظة المعدين من قبل الميليشيات محمد عياش القحير، وفي مديرية الحجيلة وباجل تحرك أيضا الوكيل عبد الرحمن الجماعي، وفي الجانب الشمالي توجه المعين ايضا من الميليشيات وكيل للمحافظه علي القشر. هؤلاء يسعون الى تجنيد ابناء تهامه والزج بهم مع الميليشيات، ولكن معظم هؤلاء الشباب الان يهربون الى اماكن بعيده والى الارياف كي لا يتم الزج بهم، ونحن ندعوهم من هنا من قناه يمن شباب الى عدم الزج بهذه ابناء تهامه، ان هذه جرائم. نعم بالفعل. وكما تعلم ايضا ان ابناء تهامه لا يريدهم الميليشيات الا وقودا لهذه الحرب فقط. نعم، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، سيحاسب عليها هؤلاء قريبا نعم. او عاجلا. ايضا ايضا الى الى جانب زراعه الالغام، الالغام في السواحل الان يزرعون الموت لابناء تهامه في سواحلها من 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 اللحيه الى الخوخة. الان ما يواجه الجيش ايضا الالغام التي تم زراعتها من قبل هذه الميليشيات على الشريط نعم. الساحلي. الاستاذ وليد القديمي وكيل اموال محافظة الحديدة، شكرا لك على وجودك معنا ايضا هذا المساء للحديث عن الزج بابناء تهامة في وقود أو وقودا لمعارك الانقلابيين، وايضا للحديث عن مساعي الحكومه لصرف مرتبات الموظفين في محافظه الحديده. اعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا الى نهايه المنتصف، على امل اللقاء بكم في منتصف اخر. في امان الله.